هي كلها منيحة يعني، فوتوا مساعدات مثلا مدرسية، هاي الشيء الأولاد تفتقده ما عندها قصص. وللمواد الغذائية بالغوطة نحن إلنا 7 سنين محاصرين، يعني كل هالشيء منيح بساعد. النظام حاصر ما في شيء يعني، وما هي المساعدات تفوت ما حدا عنده شيء. نحن هلا بمدينة حرسة هلا اليوم، دخلت علينا القوافل الله يجزيهم الخير ودخلوا لنا مستلزمات للاطفال للمدارس غذائيات، بس بنتامل يكونوا اكثر يعني واحسن شوي، لانه وضع الغوطه بتعرفوا مدري من امتى ما شفنا، وعنا اسعار يا لطيف بالنار بالعلالي، فبنتامل منهم يكون كرمهم وجودهم علينا اكثر من هيك شوي ويحسنوا لنا هالوضع شوي، مكتورين الخير وعم يكافحوا من شاننا وعم يناضلوا من شاننا الله يجزيهم الخير مشكورين، وبنتامل بس يكونوا انه اكثر من هيك يعني اطفال. هلا كمان بتعرفوا موسم دراسه، مطلوب دفاتر مطلوب اشكال وبنفس الوقت غذائيات.